اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما شفتوا طبعا ده جزء كده من الكواليس الخاصه بتدريب فريق النادي الاهلي النهارده على ملعب التتش بالجزيره. كان قدامنا طاهر محمد طاهر وايضا كمان محمود متولي، الاثنين عاملين لوك جديد. يعني انا ببص على طاهر، لو محمد عبد المنعم مش في منتخبنا الوطني وفي التشكيل لسه قايله من دلوقتي كنت هتلخبط واقول محمد عبد المنعم. نفس الستايل بعد النيولوك الجديد لطاهر محمد طاهر، وعايز اقول لكم يمكن الحمد لله ظاهر بشكل جيد في المباريات الوديه. طيب في تفاصيل اكتر بخصوص التدريب نروح لزميلنا المتالق فاروق صلاح موفد قناه الاهلي الموجود حاليا في ملعب التتش بالجزيره يدينا كل الاخبار والكواليس الخاصه بالتدريب. مساء الخير يا فاروق. برحب بك زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا محمد من داخل ملعب مختار التتش، وزي ما انت شايف طبعا تدريب الفريق النادي الاهلي اللي كان انطلق بمحاضره فنيه المستر مارسيل كولر مع اللاعبين، ثم جانب بدني في الجيم للاعبين، ثم انطلق المران منذ دقائق يا محمد. الجديد عندك بقى طمنا على حاله الفريق، مباراتين وديتين اتلعبوا في استعداد للمباراه اللي جايه. اللاعيبه الدوليه اكيد بعد نهايه الاجنده النهارده اكيد هيكونوا موجودين من بكره في راحه. يعني الكواليس والاخبار اللي عندك وانت دايما بتعرفنا كل الجديد من خلال وجودك في تدريبات الاهلي. يعني خليني يا محمد اخد من كلامك من النهايه، يعني الانضمام اللاعبين الدوليين، يعني كان في حديث مع الكابتن سعد عبد الحفيظ صرح لنا ان غدا هيكون ان شاء الله انضمام اللاعبين الدوليين لفريق النادي الاهلي، صباحا هيكون تدريب للمجموعه اللاعبين الحاليين، اللعيبه الدوليين هيكون ليهم تدريب ان شاء الله في تمام الساعه 5 عصرا، ده هيكون اول مران للعيبه الدوليين اللي هيكونوا موجودين مع الفريق ان شاء الله غدا بمشيئه الله في اول مران وانضمامهم لتدريبات النادي الاهلي. عايز اطمنك ايضا على سير الامور، يعني قبل طبعا الاستعداد لمباراه الاتحاد المنستيري، الفريق طبعا هيستأنف تدريباته غدا على فترتين، فتره صباحيه طبعا زي ما قلنا للعيبه الموجودين الحاليين، ثم فتره مسائيه هتكون للعيبه الدوليين، ثم مباراه الاهلي وطلاع الجيش اللي هتكون يوم الخميس، ثم تدريب صباحي هيكون يوم الجمعه، ثم هتبقى في فتره يوم السبت راحه للاعبين، ثم تبدا من يوم الاحد الاستعداد طبعا والمرحله الاخيره الاستعداد لمباراه الاتحاد المنستيري. ويعني محمد اقدر اقول لك برضو كده من خلال حديثي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، قال لي ان في مقترح يعني بنسبه كبيره ان السفر الى تونس ان شاء الله لملاقات الاتحاد المنستيري هيكون يوم 6 اكتوبر بمشيئه الله. يعني ده مقترح الكابتن سيد، قال ان ده مقترح الاقرب ان شاء الله ان هيكون السفر لتونس ان شاء الله يوم 6 اكتوبر بمشيئه الله. ان شاء الله يبقى يعني بتاريخ مميز طبعا، تاريخ 6 اكتوبر يكون بدايه انطلاقه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. كان ليه حديث ايضا مع الدكتور احمد ابو عبله، بنطمن على حاله اللعيبه المصابين سواء بيرسي تاو او عمار حمدي. خلاص بيرسي تاو في المرحله الاخيره محمد من البرنامج التاهيلي، ان شاء الله على مطلع الاسبوع القادم هيكون موجود في تدريبات النادي الاهلي. بالنسبه لعمار حمدي ايضا خلاص انت بتتكلم في المرحله الاخيره ايضا لعمار حمدي. طبعا الدكتور احمد ابو عبله قال للبرنامج التاهيلي الاخير خلاص المرحله الاخيره، خلال الفتره القادمه عمار حمدي هيكون موجود مع فريق النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه. اللي انا لمسه ايضا يا محمد من اللاعبين الجديه والتركيز وايضا التحضير لمباراه الاتحاد المنستيري تشغل بال طبعا مستر مارسيل كولر، اللاعبين عايزين تبقى بدايتهم مع جمهور النادي الاهلي وبدايه الموسم ان شاء الله بتحقيق نتيجه ايجابيه امام فريق الاتحاد المنستيري. مستر مارسيل كولر مع مخطط الاحمال مع الجهاز الفني مع طبعا ياسين المكاري محلل الاداء، جمع اكبر عدد من المباريات لفريق الاتحاد المنستيري، تابع كافه الامور الخاصه، وقف على نقاط القوه والضعف في اللقاءين اللي لعبهم امام الجيش الرواندي. يعني زي ما قلت لك يا محمد انت خلاص بدات مرحله الاعداد لمباراه الاتحاد المنستيري. مستر مارسيل كولر بيركز على تفاصيل مهمه جدا يا محمد، احنا لمسنا في التدريب في التعامل مع اللاعبين تفاصيل مهمه جدا، نتمنى ان شاء الله ان تبقى بدايه موفقه باذن الله المستر مارسيل كولر مع لعيبه النادي الاهلي باذن الله. اخر سؤال يا فاروق وسريعا، محمد شريف انا شايفه في التدريبات الجماعيه اصبح الحمد لله اصبح جاهز وموجود مع الفريق حتى في المباريات الوديه كمان الفتره الجايه. بالظبط يا محمد، محمد شريف حاليا موجود مع النادي الاهلي بيشارك في التدريبات الجماعيه بصوره كامله. اعتقد ان شاء الله مباراه طلاع الجيش القادمه هياخد نسبه كبيره ان شاء الله من هذه المباراه. بطمنك على كافه اللعيبه المصابين، ايضا كوكا موجود، طائر، كل كافه اللاعبين باستثناء بس يا محمد بيرسي تاو هو اللعيب اللي في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي. اكيد، شكرا جزيلا زميلي العزيز فاروق صلاح موفد قناه الاهلي. وزي ما انتم شايفين على الشاشه بالتاكيد تدريب فريق النادي الاهلي، حسين الشحات موجود، محمد مجدي قفشه، عمرو السوليه، يمكن هي رتوش بسيطة ونشوف كمان بيرسي تاو وعمار حمدي خلال الفترة اللي جاية، لكن التحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري الحمد لله تسير بشكل جيد. على فكرة المباراة صعبة جدا وأقوى مباراة في الدور التمهيدي الثاني، حارس مرمى
الاتحاد المانشستري التونسي وحارس مرمى منتخب تونس. فربنا يوفق الاهلي بالتاكيد في هذه المباراه وتكون بدايه وانطلاقه قويه ان شاء الله في هذا اللقاء. في الختام لا يسعني سوى بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.